كرة لإيمانة، الفريدي البديل في شوط المباراة الثاني. أعطى كرة لإيمانة، إيمانة مرر الكرة لأحمد الفريدي، الفريدي بلمسة سريعة على طول إلى الجهة اليمنى بعرضية واصلة داخل المنطقة، والعربي أخيراً يسجل، أخيراً يعادل. إذن يوسف العربي يقتنص الفرصة ويقتنص خطأ غوينم الغوينم ويسجل هدف التعادل. 1-1 1-1. إذن التعادل، والهلال يعود مرة ثانية ويسجل يوسف العربي. إذن 1-1، عودة مرة ثانية للهلال في المباراة. شوف الكرة مرة ثانية العرضية التي أخطأ التعامل معها غوينم الغوينم، ويوسف العربي قال لك بالعربي مستحيل أن أضيع 3 كرات في المباراة. الثالثة ثابتة، العربي بلمسة يد ثابتة، وكانت الثالثة ثابتة ويسجل هدف التعادل. اليد لم تتحرك، وبالتالي هدف مشروع، ويسجل هدف التعادل الآن لمصلحة الهلال. 1-1. الهلال عاد مبكرا بشوط المباراة الثاني، عاد مبكرا.